بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في MAT 483 توبولوجي مع بعض في ليكتشر 3. وزي ما احنا متفقين لو ليكتشر 3 خلصت في محاضره واحده اوكي، لو خلصت محاضرتين هيبقى ليكتشر 3A وB. طيب بدايتنا في ليكتشر 3 هنراجع كده بسرعه حته سريعه، ايه هو المتريك سبيس؟ بيبقى عندي سيت اكس نون امبتي سيت وعليها متريك دي او فانكشن دي، واتفقنا الدي بتبقى من اكس في اكس على الار بوزيتيف مع الين، يعني الار بوزيتيف اللي هي الارقام الموجبه مع الزيرو. خلاص يعني ما ننساش ان الدي اصلا، ان الدي اصلا اهو الدي بيشتغل من اكس في اكس على الار بوزيتيف، والار بوزيتيف دي اللي هي هنا بنقصد بها الزيرو كلوزد وما لا نهايه، يعني زي يعني الار الموجبه الاعداد الحقيقيه الموجبه بتحدي الزيرو. خلاص دي فانكشن بحيث لاي نقطتين اكس وواي في الاكس اي نقطتين الديستانس اكبر من او تساوي زيرو. قلت لكم بعض الكتب بتكتب اكبر من الزيرو وبتساوي زيرو لو اكس تساوي واي، يبقى دي اكس واي ده اول شرط اتفقنا عليه، المسافه بين اي نقطتين اكبر من او تساوي زيرو، والدي ماشي اكس وواي بتساوي زيرو ها اف اند اونلي اف الاكس هي الواي. حلو، طب ده اول شرط. تاني شرط هو السيمتري، تاني شرط السيمتري، المسافه بين اكس وواي هي المسافه بين واي واكس، الكلام ده لكل اكس واي في الاكس. طيب الشرط الثالث اللي احنا مسمينه ايه ها، اللي هو الترينجل انيكواليتي، المسافه بين اكس وواي هي اقل من المسافه بين اكس وزد زائد زد وواي، اللي هي بنسميها ترينجلر انيكواليتي. دول ثلاث خصائص اللي هو عشان نثبت ان السبيس بتاعي اكس ودي از ا متريك سبيس. اوكي طيب هنيجي نعرف بقى عشان احنا بنأسس، خلي بالكم لمفهوم التوبولوجي اللي هو مفهوم النيبالوت سيستمز وهكذا، هنيجي نعرف يعني ايه اوبن بول، ده ديفينيشن يعني ايه اوبن بول. طيب هنقول كده لو انا عندي اكس ودي اهو، لو انا عندي اكس ليت اكس ودي متريك سبيس، ماشي متريك سبيس. طب كلمة بقى متريك سبيس يبقى الاكس نون امبتي سيت والدي متريك بيحقق لي التلات شروط دول، بيحقق التلات شروط خلاص، ان الدي اكس وواي اكبر من الزيرو اللي انا لسه قايله، لو بيساوي زيرو لو الاكس هي الواي. طيب والكلام ده والدي اكس واي هي دي واي واكس والترينجل انيكواليتي، يبقى دوت متريك سبيس. طب حلو قوي، يعني ايه بقى اوبن بول؟ يعني لو انا اخدت نقطة بي، لو انا اخدت نقطة بي عندي بي تنتمي لاكس، يعني نقطة من نقط الاكس، يعني اند هنا اند هنفترض ايضا ان البي اي نقطة في الاكس. طب تعالوا نبص لها ازاي، ادي الاكس اهو، ادي الاكس اهو، ده الاكس خلاص، ده المتريك سبيس اكس ودي، انا يهمني الاكس اهو دلوقتي. طب النقطة بي اهي، دي نقطة بي نقطة من نقط الاكس خلاص. طيب يعني ايه open ball of radius r؟ خلاص ال open ball an open ball an open ball، دي بقى مفاهيم مهمة لازم افهمها كويس قوي. open ball يعني كرة مفتوحة، open ball of radius r، والr طبعا اكبر من الزيرو خلاص، الاوبن بول الريديوس بتاعها ار ماشي، وسنترد ات بي. ايه هي؟ هي عباره عن مجموع، بنديها الرمز ده بي كده اهو، واحط هنا هنا الار اللي هو طول الريديوس، وبحط هنا السنتر بتاعي، وبحط هنا السنتر بتاعي. بعض كتب بتكتبها كده، في بعض كتب ثانيه بتكتبها كده بي ار كوما بي ماشي، او بيبدا بالبي ثم الار، يعني ممكن يبدا بالبي يقول لك ان البي الاول ماشي ما فيش مشكله، يعني ممكن يكتبها كده، يكتبوها في كتب بتكتبها، انا بحب اكتب لك الديفرنت ترمينولوجيز، في كتب بتكتبها كده ويحط لك هنا البي اهي وهنا الار ماشي اهي، يبقى ده السنتر وده الراديوس. طب دي معناها ايه؟ اه دي معناها مجموعه النقاط كيو، الكيو دي جوه الاكس، خلي بالك جوه الاكس، بحيث بحيث ان المسافة بين، المسافة بين الكيو والبي، البي والكيو
اقل من الار اهو، اقل من الار. يعني ايه؟ يعني بص كده معايا، بتبقى ادي البي اهي، بيبقى هنا عندي سيركل او هنا بول اهي، حواليها هنا اهو اهي، بحيث ان انا لو جيت ماشي ابص اشوف كده الراديوس دوت كده اهو، الحته دي كده طولها ار اهو، ده الار، يبقى ده الار. المسافه بين، يبقى دي كل النقط دي هي دي كيو، اي نقطه من دول كيو، اي نقطه دي بعدها عن البي اقل من الار، خلاص اقل من الار. لما نقول اقل من الار تبقى اوبن بول، لو قلنا اقل من، اقل من او تساوي تبقى كلوزد بول. بس فهمنا الفكره؟ خلاص. يبقى ايه هي الاوبن بول؟ مجموعه النقاط كيو اللي في الاكس اللي بعدها الكيو دي بعدها عن البي، يبقى دي رمز للكيو، هي دي رمز للكيو، النقط الخضراء دي اهي دي كيو. اي نقطه في الخضر دول بعدها عن البي، بعدها عن البي اهي، نقطه زي دي نقطه، وزي ده نقط، لان لو قفلنا ده يبقى بعد يساوي كيو. خلاص، دي بنسميها اوبن بول. تاني لو خلينا دي يساوي، خلي بالك تبقى كلوزد بول، خلاص يبقى اسمها بي اي ار، ده طول الراديوس، وهنا السنتر اللي جوه ده هو السنتر بتاع مركزها، خلاص دي اسمها اوبن بول. اللي احنا هناخدها بعد كده في التوبولوجي هنسميها نيبارود، نيبارود جوار مباشر او الجوار لمين؟ للنقطه بي، ماشي، هناخدها بعد كده في مفهوم التوبولوجي. خلاص، طيب ده اسمها اوبن بول. بعد كده هننتقل الى مفهوم الاوبن بول في الريال نمبر لاين، يبقى شكلها ايه؟ ولو في البلين شكلها ايه الاوبن بول؟ طيب هنبين دلوقتي حاجه مهمه جدا، الاوبن بول لو استخدمناها على النمبر لاين هتبقى هي انترفال. طب يلا نشوفها كده، تعال نشوف مفهوم الاوبن بول في النمبر لاين. يعني يلا بينا، هناخد دلوقتي الاكس هي مين؟ هناخد الاكس هي الار. طب كان المسافه الديستنس هو اليوجوال ديستنس بتاعتنا الاكليديان ديستنس، المسافه بين اي نقطتين اكس وواي، لو نفتكر المسافه بين اي نقطتين اكس وواي كانت المسافه هي القيمه المطلقه اكس ناقص واي، صح؟ طيب يبقى الاوبن بول هنا شكلها ايه؟ ها يعني لو انا خدت مثلا اي نقطه او المسافه بين البي اهي واي نقطه كيو اهي، المسافه دي لما تكون اقل من الار دي معناها ايه؟ ما دي المسافه دي البول، البول هي كل نقط كيو اللي البعد بتاعها عن البي اقل من الار. طب دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ دي معناها ان المسافه البي اهي ناقص الكيو اقل من الار اهي. طب دي معناها ان خدنا خصائص القمه المطلقه في الريال اناليسيس، دي معناها ان البي ناقص كيو اقل من ار واكبر من سالب ار، لو تفتكروا صح كده؟ دي خدناها في مين؟ في الريال اناليسيس. يعني ايه القيمه المطلقه لبي ناقص كيو اقل من الار؟ شيل المودولس وهتاخد البي ناقص كيو نفسها اقل من الار واكبر من سالب ار، يعني بتحط ار الناحيه دي وسالب ار الناحيه دي، افتكروا الكلام ده اللي احنا خدناه زمان. خلاص، طيب انا هعمل حركه جميله، هضيف للجميع ماشي كيو، هضيف للجميع كيو ماشي كده، ايه اللي هيحصل؟ ماشي، وعلى فكره بي ناقص كيو هي كيو ناقص بي برضو، يعني ممكن واحد يقول لي لو عملتها هنا، لو عملتها هنا كده بي ناقص كيو او كيو ناقص بي، صح؟ اه صح اهي، لو خليتها كيو ناقص بي هي هي، لو خليتها هنا كيو ناقص بي صح، ها هي هي، لان القيمه المطلقه اهي، القيمه المطلقه لخمسه ناقص سبعه بكام؟ ناقص اتنين، يعني اتنين، هي هي، خمسة ناقص سبعة هي سبعة ناقص خمسة، يعني بي ناقص كيو هي كيو ناقص بي، لأن هنا هتطلع اتنين برضو، والقيمة المطلقة لاتنين هتبقى اتنين، صح؟ يبقى لو أنا خليت دي كيو ناقص بي هتبقى هنا صح برضو، لأن إحنا أهو سبعة ناقص خمسة هي خمسة ناقص سبعة، لأن جوه المودولس، لو أنا خليت هنا كيو أهي ناقص بي هي هي، جميل جدا. طب دلوقتي بقى هعمل إيه؟ هضيف للجميع بي، يعني هضيف هنا بي بالبلس اهو، يبقى هنا بي، هضيف هنا بي، وهضيف هنا بي، يبقى لجميع الاطراف هنضيف بي. طب لو ضفنا بي للجميع ايه اللي هيجرى؟ بصوا بقى الحلاوه اللي هتحصل، بصوا الجمال بقى،
بص بقى هيحصل ايه، حاجه جميله جدا. يلا بص بقى هيحصل ايه، يلا هنضيف للجميع، ها هنضيف للجميع بي. بص بقى ايه اللي جرى، بص هيحصل حاجه ظريفه جدا. هيبقى هنا البي ديت، البي دي هتروح مع البي دي، هيبقى هنا في كيو اهي، الكيو جت لوحدها، وبقى هنا اقل من هنا ار زائد البي، ار زائد البي. طب وهنا بي ناقص الار، بي ناقص الار، وحط العلامات بتاعتك زي ما هيك اهي، هيبقى هنا اقل من وهنا اكبر من، يبقى جميع النقط كيو الاقل من ار زائد البي اهي. طيب دي معناها ايه؟ ادي بص بقى معناها، بص بقى معناها الجميل اهي، ادي النمبر لاين خلاص، النقط كيو ماشي، اللي هنا ار زائد بي، ادي البي اهي، ادي البي اهي صح، هتمشي هنا ار زائد البي، ادي البي اهي، ار زائد بي هتمشي ار، يعني هتمشي كده ار، هتمشي هنا ار، هتبقى النقطه دي بي زائد الار. طيب هتمشي هنا بي يشيل منها ار، زي انت واقف هنا تمشي خطوتين كده وخطوتين كده، الخطوتين دول ار، وهترجع كده خطوتين مثلا او ار اهي، هتجي لك النقطه دي، تبقى هي دي مين، البي ناقص الار، يبقى دي فتره، يبقى هي دي الفتره مين، بي ناقص ار و بي زائد الار، دي اسمها فتره ايه، مفتوحه. الفتره المفتوحه بعض الكتب بترمز لها كده، وفي بعض الكتب بترسمها كده اهي، تعملها كده اهي ماشي، ويتكتب هنا بي ناقص ار وهنا بي زائد ار، يبقى هي يبقى الاوبن بول ايه هو شكلها في النمبر لاين انترفال، يبقى شكلها في النمبر لاين الاوبن بول ماذا تعني، لازم تفهم معناها، ماذا تعني الاوبن بول، كيف اراها، كيف اشوفها على النمبر لاين، يعني لو كانت الاكس النمبر لاين يبقى الاوبن بول تمثل انترفال خلاص، نص قطرها او طول الريدس بتاعها ار، يبقى طولها 2 ار، يبقى النقطه بي اهي هتمشي كده ار وتمشي كده ار، يبقى كونت اوبن انترفال الطول بتاعها 2 ار. يبقى ماذا تعني، ماذا تعني الاوبن بول او كيف اراها على النمبر لاين، هي انترفال فتره مفتوحه مركزها بي ماشي، وطول الفتره 2 ار، ار من الناحيه دي وار من الناحيه دي. طيب هنروح بقى لمين، للاوبن بول في الار 2 هنلاقيها عباره عن سيركل، ولو في الار 3 هتبقى سفير بس، خلاص واضح الفكره. يبقى هنا الاوبن بول بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي، يبقى هنا الاوبن بول عباره عن انترفال، يبقى في الحاله دي صارت ايه يا جماعه، انترفال خلاص. يبقى الاوبن بول في حاله الاكس لما تكون الاكس هي الريال نمبر لاين تبقى تكون ايه، انترفال. طيب بنفس الطريقه هنروح لو كنا في الار 2 هتبقى بتمثل ايه، سيركل. طيب ودي برضو بسيطه جدا وهنشوفها مع بعض حالا دلوقتي، يلا نشوف مع بعض الاوبن بول كيف يكون شكلها ماشي، كيف يكون شكلها لو احنا رحنا بقى على الايه، لو احنا رحنا بقى على مين، ها على الايه الار 2. في الار 2 هيبقى الاوبن بول، ها هنثبت لكم او هنبين لكم انها بتمثل مفهوم السيركل ماشي يا ابطال، ده الكلام اللي احنا عارفينه او هنشوفه دلوقتي، وبسيط جدا 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 ماشي، كلام بسيط قوي قوي قوي، وهنشوفه دلوقتي حالا ازاي بيمثل السيركل. يلا احنا فهمنا هو الاوبن بول شكلها ايه ومفهومها ايه، ويلا بينا. هنبين دلوقتي حالا ان الاوبن بول بتمثل لنا سيركل. يعني زي ما انتم شايفين الموضوع لذيذ جدا، لازم ابقى فاهم المفاهيم كويس قوي، ماذا نتكلم وعن ماذا نتكلم، ومفهوم الاوبن بول، لان هو ده بعد كده هيكون مفهوم النيباروت، النيباروت سيستم في التوبولوجيكال سبيس،
ماشي، يعني الاوبن بول هنا بتمهد لي ان انا عايز ابين ان المتريك سبيس توبولوجايزد بعد كده، ان ده عباره عن توبولوجيكال سبيس، يعني لان احنا هنقدر نعرف عليه نيبارود سيستم، لان السيستم بتاع نيبارود هيتعرف على اكتاف مين؟ الاوبن بول، وهنعرف بقى من خلاله يعني ايه اوبن سيت، يعني بعد كده يعني ايه كلوزد سيت، وهكذا. يبقى كل المفاهيم الاساسيه بتاعت التوبولوجي بنبتدي نعمل لها انترودكشن من دلوقتي بحيث تتشاف قدامنا وتبقى واضحه وما فيهاش ادنى مشكله. دلوقتي عايزين نشوف الاوبن بول كيف يكون شكلها في البلين. طيب احنا عرفنا قبل كده ان لو انا عندي بلين، ويتهيألي خليها في المحاضرة الجاية احسن عشان تكون المحاضرة دي جزء قائم بذاته، ونلخص اللي احنا قلناه فيها. عرفنا تاني المتريك سبيس، عرفنا الاوبن بول، شفنا الاوبن بول شكلها ايه في مين، ها في الايه، في النمبر لاين، ولقيناها عبارة عن انترفال. المحاضرة الجاية يبقى دي هنسميها ليكتشر 3 بارت A، وبارت B هنخش من بداية تعريفنا او كيف نرى الاوبن بول في البلين. اوكي، الله يعطيكم العافية، ننتهي كده في المحاضرة دي ونكمل المحاضرة الجاية بالاوبن بول شكلها ايه في البلين. اوكي، الله يعطيكم العافية.